السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب حياكم الله، معلش التأخير بس عشان ملف الباوربوينت كبير يحتاج وقت ليتحمل. طيب خلونا نتكلم اللقاء هذا بشكل سريع عن الفصل الثامن، وإذا خلصنا إن شاء الله يتبقى لنا الفصل التاسع والعاشر ناخذه بكرة ونخلص المنهج بإذن الله. اليوم الفصل هذا بسيط إن شاء الله، ما راح يكون فيه شيء صعب. ناخذ إن شاء الله نغطيه وبعدها نقدر ننهي لقاءنا. راح نتكلم اليوم إن شاء الله في اللقاء هذا عن خطة العمل. ما هي خطة العمل؟ لماذا نخطط للعمل؟ أو لماذا نضع خطة للعمل؟ الاحتياجات أو المتطلبات حتى تقدر تسوي خطة عمل مناسبة، الأشياء اللي ما تقدر تسويها لك خطة العمل، كيفية كتابتها، والأشياء اللي لازم تكون فيها، وكيف تقدر تقدمها. خطة العمل مهمة يا جماعة جدا، وأنتم عارفين أهمية التخطيط ما تخفى عليكم، لكن خطة العمل ضروري إنها تكون موجودة. يعني أقرب مثال الأشياء اللي ممكن تنفع فيها خطة العمل إذا كانت واضحة وكل شيء فيها تمام، راح تقدر تحصل على مستثمر يشاركك أو يدعمك بشكل سهل وبشكل سريع. خطة العمل قد تكون مثلا مفيدة للعمال، إنها خلاص عندنا خطة نلتزم بها على أساسها نشتغل. ففي البداية يا جماعة، ما هي خطة العمل؟ خطة العمل هي بيان تفصيلي لما سيكون عليه المشروع. كل تفاصيل المشروع موجودة في خطة العمل، سواء إدارة المشروع، الجانب المالي، الجانب التسويقي، أي كل جوانب المشروع. بيان تفصيلي لما سيكون عليه المشروع، هذه خطة العمل. في المرجع عندكم يا جماعة لاحظوا قالوا في استفتاء سووه وإن كان قديم، لكن سووه على أكثر 500 شركة عالية النمو في أمريكا، تبين أن 41% منهم ما عندهم خطة عمل على الإطلاق، 26% منهم لديه أجزاء متفرقة من خطة عمل، يعني ما عنده خطة عمل كاملة بعض منها، 5% عندهم خطة عمل فيها الجزء المالي فقط، خطط للجزء المالي، 28% من 500 شركة لديهم خطة عمل كاملة. خطة العمل مهمة وضرورية تكون لديك خطة عمل كاملة يا جماعة لمشروعك. طيب لماذا التخطيط للعمل؟ لما تلخص العمل أو تخطط راح يعني يكون لها إيجابيات كثيرة. أولا أنه يساعد، أو خطة العمل تساعد على كشف جوانب العمل التي لم تخضع إلى رقابة كافية، بالتالي أنت تقدر تسيطر على هذه الجوانب. أيضا يا جماعة لاحظوا توضح نقطتين، توضح جوانب القوة والضعف. نرجع للي قلناه سابقا، نقاط القوة والضعف من أي بيئة؟ من البيئة الداخلية. لاحظ أنها توضح لك الخطة هذه بما أنها داخل مشروعك، وبيان تفصيل مشروعك توضح لك جوانب القوة والضعف، وبالتالي لما يكون عندك نقطة قوة تعززها، ولما تحط لما يكون عندك نقطة ضعف تقدر تعالجها وتحولها إلى نقطة قوة. أيضا تكون بمثابة الدستور يا جماعة بالعملي، توضح الإطار العام للعمل. النقطة الرابعة يا جماعة أنه يطور نظام المعلومات المنظمة، بالتالي يمكن يعني يوفر معلومات كثيرة عن التخطيط، تستفيد من الخطط الماضية الخطة اللي بعدها، تخطيط مهم جدا. أيضا يا جماعة يوفر الأساسات اللازمة للقرار، إذا كان عندك نظام معلومات واضح وسليم وكمية معلومات مناسبة أكيد بالتالي قرارك راح يكون سليم، يوفر الأساسات اللازمة لاتخاذ قرار. أيضا زي ما قلنا في بداية اللقاء أنه يمكن من الحصول على تمويل خارجي، سواء من بنك أو من مستثمر أو من أي جهة
أخرى من أي جهة أخرى. لذلك تخطيط العمل مهم، وأقرب مثال يا جماعة حتى على المستوى، مو على مستوى المنشأة الصغيرة ولا مستوى المنشأة المتوسطة أو الكبيرة، حتى على مستوى الدول. شوف مثلا عندنا مثلا خطة 2030، كيف مهم، كيف مهم الخطة وكيف وضعت، كيف كان فيها بيان تفصيلي، وش بنعمل عليه الآن، وش بنكون عليه مستقبلا إن شاء الله، وكيف التطور اللي راح نحققه إلى آخره. فالمهم أن يكون عندنا مثل نوعية هذه الخطط، أن يكون عندنا تخطيط سليم، وكل على حسب مستوى، سواء مستوى حكومي، مستوى خاص، منشأة صغيرة كبيرة إلى آخره. طيب، متطلبات التخطيط للعمل. حتى نقول يا جماعة أن الخطة هذه ناجحة أو سليمة، في عندها عدة معايير، ثلاثة معايير نسميها معايير الخطة الناجحة. أول شيء، الخطة اللي تجي تسويها لابد أنها تكون خطة بسيطة، قد ما تقدر أنها تكون خطة بسيطة. المعيار الثاني أنها تكون دقيقة، لأن قلنا أنها بيان تفصيلي تشمل كل جوانب المشروع، بيان تفصيلي لما سيكون أي مشروع، تكون دقيقة في جميع النواحي، سواء مالية، في الاستثمار، في التسويق، في الإنتاج، التخزين، في أدوات الشراء إلى آخره. المعيار الثالث، أن تكون الخطة عملية ومفيدة، عملية وليست علمية، أن تكون الخطة عملية ومفيدة. فهذه معايير الخطة الناجحة، تكون خطة بسيطة، أن تكون خطة دقيقة، وأن تكون عملية ومفيدة. طيب، ومعروف أنك حتى تكون هذه الخطة بالشكل هذا وبالمعايير هذه، لابد يكون عندك معلومات كافية وكثيرة حتى تقدر تكون هذه الخطة المناسبة. طيب، لاحظوا يا جماعة أن وضع خطة في منشأة صغيرة أكيد أنه راح يكون أقل تكلفة من وضع خطة في شركة كبيرة إلى آخره، لأن هناك يكون في تعقيد، وتحتاج مثلا كثير من البرامج والتعقيدات وأقسام إلى آخره. فبالتالي التخطيط أو وضع خطة عمل منشأة صغيرة أقل تكلفة وأسهل من المنشآت المتوسطة والكبيرة. طيب، هل خطة العمل يعني تعتبر عصا سحرية حل كل المشاكل اللي يمكن تواجهك؟ لا يا جماعة، تبقى محدودة خطة العمل أكيد، يعني اتخاذ القرار مهما وضعت من خطط عند صاحب القرار المالك، خطة العمل فقط مساعدة ولا تتخذ قرار. حتى على مستوى شركات كبيرة في برامج دعم قرار ومساندة مدير إلى آخره، كل هذه البرامج يا جماعة تساعد في اتخاذ القرار، لكنها لا تتخذ قرار عن المدير نيابة عنه. أول نقطة في محدودية خطة العمل أنها لا تغني عن اتخاذ القرار، ولكنها تساعد في اتخاذ هذا القرار. النقطة الثانية، أن الخطة بما أنك وضعتها فهي ليست جامدة أو ثابتة، قد تكون تحتاج تغيير، تطوير، قد يكون في تغيير في البيئة، فبالتالي لابد تغيير خطتك، قد يفرض قانون جديد فبالتالي تجري بعض التعديلات عليها، فبالتالي الخطة ليست جامدة أو ثابتة، لابد أنها تحتاج إلى تغيير وتطوير، مع تغيير في البيئة، مع أوضاع الشركة إلى آخره. النقطة الثالثة عن محدودية خطة العمل أن العلاقة فردية بين خبرة من يضع الخطة وبين نجاحها، كل ما كان واضع الخطة خبرته أعلى كل ما كان النجاح أعلى أيضا، والعكس صحيح، والعكس صحيح. وبالتالي تعتمد في نجاحها على خبرة واضعيها والمشرفين على تنفيذها، علاقة فردية بين نجاحها وخبرة من وضعها. هذه حدود خطة العمل، لا تغني عن اتخاذ قرار، تتطلب التغيير والتطوير، وتعتمد على في نجاحها تعتمد على خبرة واضعها. طيب، ننتقل إلى كتابة خطة العمل. أشياء بسيطة، يعني لما تكتبها من ناحية لغة خطة العمل، أول شيء إنها ما تكون مطولة حتى ما يكون فيه ملل. لما تعرض خطة العمل على المستثمر
وتقعد تعطي خطة طويلة وفيها تفاصيل بالزيادة ما يحتاجها، بالتالي راح تكون سبب للرفض. أيضا يا جماعة تجنب الروابط اللغوية بالتالي، لكن بما أن هكذا من ثم هذه أشياء روابط لغوية حاول تتجنبها قدر الإمكان، ما تتجنبها نهائي بس قدر الإمكان. كل ما كان الجمل أقصر كل ما كانت أفضل، تتعامل أفضل، بالتالي استخدم جمل قصيرة. السلامة اللغوية مهمة جدا، لابد أن تكون خطتك مكتوبة بلغة سليمة سواء كانت اللغة العربية أو إنجليزية إلى آخره. طيب نأتي إلى صفات خطة العمل الجيدة. في صفات كثيرة لكن أعرف أنها لابد أن تكون زي ما قلنا قصيرة وبسيطة، أي واحد يطلع عليها يسهل فهمها، خصوصا مثلا إذا كان مستثمر أو مثلا في البنك إذا تعرف تطلب منهم تمويل. تستخدم فيها مخططات ورسوم بيانية لأنها تختصر كثير من الكلام. بعض الأحيان يقول لك مثلا أنها تكون مثلا مطبوعة، تكون مثلا مفيدة وشيقة، خالية من أخطاء مطبعية. هذه بعض صفات خطة العمل الجيدة، خطة العمل الجيدة. طيب وش العناصر لما تيجي تكتب خطة عمل، وش العناصر اللي تكتبها في الخطة هذه؟ أول عنصر لابد تكتب ملخص تنفيذي، راح نقول وش يعني ملخص تنفيذي. لابد تكتب نبذة عن الشركة أو عن المشروع اللي أنت تسوي له خطة عمل. لابد تحلل المنتجات والخدمات اللي جالس تقدمها من خلال هذا المشروع أو من خلال هذه المنظمة. لابد تضع تحليل للسوق اللي أنت فيه أو مستهدفه. لابد يكون في خطة استراتيجية تسويقية توضحها في الخطة. لابد يكون في تحليل مالي لمشروعك. فهذه محتويات خطة العمل. لما تيجي تكتب خطة عمل تكتب ملخص تنفيذي، نبدأ عن الشركة، تحليل المنتجات والخدمات، تحليل السوق، تضع خطة استراتيجية تسويقية، وتحلل المشروع والماليا. طيب الملخص التنفيذي. الملخص التنفيذي يا جماعة وش يحتوي؟ وش تكتب فيه هذا الجزء؟ أول شيء راح تكتب عن هدفك من خطة العمل هذه. هدفك مثلا من خطة تصنع خطة العمل حتى تكون دستور واضح مثلا للعمال، خلاص ان العمال يمشون عليها او الموظفين يمشون عليها، هذا الهدف. او مثلا هدفك انك تحصل على تمويل من بنك، او هدفك انك تحصل على مستثمر يشاركك في مشروع، هذا الهدف اللي ممكن تضع فيه الملخص التنفيذي. ايضا تعرف عملك وافكار عملك بكل وضوح. ايضا تضع احتمالات السوق بما يتعلق في عملك او مشروعك، مثلا تضع مثلا منافسين مثلا الحاليين، المتوقعين في المستقبل، الماضيين اللي كان في الماضي الى اخره. تطلب الارقام او تضع الارقام الماليه او المتطلبات الماليه المطلوبه في مشروعك، النمو في مشروعك او في شركتك، مستقبل النمو فيه، تضعها كلها في الملخص التنفيذي. من اسمه يا جماعه ملخص تنفيذي للخطه. طيب نبذة عن الشركة، وش تكتب في الملخص عن الشركة أو النبذة عن الشركة؟ أكيد راح تكتب اسم المشروع التجاري، راح تكتب خلفية موجزة عن الأشخاص الموجودين في الشركة، نبذة تاريخية عن الشركة، ممكن تتضمنها أيضا أهداف الشركة أو المشروع. فهذه بعض النقاط اللي تضعها في نبذة أو الملخص عن الشركة. نأتي لتحليل المنتجات أو الخدمات. كيف تحلل منتجات أو الخدمات؟ من خلال عدة عناصر يا جماعة. من خلال المزايا، توضح يا جماعة وش الميزة التنافسية اللي عندك في منتجك أو في خدمتك أو في سلعتك. أيضا توضح في تحليل المنتجات والخدمات التكاليف. لابد تحدد كافة المصروفات، مواد خام، أجهزة، مكونات، معدات، عمالات، مصروفات ثابتة متغيرة إلى آخره. لابد توضح التكاليف. وقلنا أول عنصر في تحليل المنتجات والخدمات المزايا، العنصر الثاني التكاليف، العنصر الثالث الموقع يا جماعة.
لابد توضح فيه الموقع، موقع عمالة، تسوي باختيارك المكان، المرافق اللي فيه إلى آخره. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع التقنية، منتجك أو سلعتك أو خدمتك تعتمد على منتج، على تقنية معينة، توضح هذه التقنية، سبب اختيارك لها، هل هي التقنية هذه محصورة عليك أو المنافسين يستخدمون نفس التقنية إلى آخره. العنصر الرابع في تحليل المنتجات والخدمات يا جماعة، المستقبل. المستقبل، هل راح يكون في منتجات راح تنتج أو تقدم خدمة مستقبلية تناسب متغيرات العملاء أو طلبات العملاء المتغيرة؟ لازم توضحها في تحليل المنتج والخدمة. فهذه عناصر تحليل المنتج والخدمة: مزايا، التكاليف، الموقع، التقنية، والمستقبل. ضروري تعرفونها الخمسة. طيب نيجي لتحليل السوق، وش العناصر اللي تستخدمها حتى تقدر تحلل السوق؟ أول شيء لابد تحلل نشاطك. نشاطك، ما هو نشاطك؟ يعني اللي جالس تستخدمه في الصناعة، في التجارة، في الخدمي إلى آخره. ولاحظوا الآن المجالات الأنشطة اللي تستهدفها المشروعات الصغيرة اللي أخذناها في اللقاء السابق. أيضا العنصر الثاني المنافسين لك، لابد تحللهم. من المنافس لك؟ موقعك بينهم، المنافس لك هل هو شركة كبيرة، هل شركة أجنبية، هل وش عيوبهم، إيجابياتهم، سلبياتهم، حتى منها تقدر تحدد جميع الفرص والتهديدات زي ما قلنا. أيضا النقطة الثالثة اللي هم العملاء، لابد تحدد منهم عملاءك بالضبط. يعني لما تقول منتجك مثلا ما تدري منهم عملاءك أو من السيجمنتيشن حقك، فهذا خطأ كبير. لابد تعرف عملائك أطفال، نساء، كبار، شباب، أعمار بحجم مثلا من سن كذا لكذا، بالتالي لابد تعرف أو تحلل عملائك. أيضا الأسواق يا جماعة، العنصر الأخير في تحليل السوق اللي هو الأسواق، هل هو سوقك محلي؟ هل هو إقليمي؟ هل هو دولي؟ لا، كيف منتجك أو سلعتك أو خدمتك تلبي احتياجات ورغبات هذا السوق. فبالتالي عناصر تحليل السوق يا جماعة، تحلل النشاط هذا النقطة الأولى، المنافسين النقطة الثانية، العملاء النقطة الثالثة، والأسواق النقطة الرابعة. النقطة الرابعة. طيب نأتي للخطة الاستراتيجية التسويقية. التسويق ما هو شيء جديد عليكم، أكيد مر عليكم ما هو التسويق وعناصر النتيجة التسويقي الأربعة إلى آخره، وراح نتكلم عنها حتى في الفقع الفصل التاسع. لكن لابد يا جماعة في استراتيجية التسويق تحدد أسعارك، تحدد طريقة التوزيع، توزيع مباشر غير مباشر، المبيعات نفسها، كيفية الدعاية والإعلان، التنبؤ بالمبيعات مستقبلا إلى آخره. فهذه عناصر استراتيجية التسويقية: التسويق، الأسعار، التوزيع، المبيعات، والدعاية والإعلان، والتنبؤ. أخيرا التحليل المالي. التحليل المالي يكون فيه عدة مكونات، أو الأولى يا جماعة اللي هي الميزانية العامة. الميزانية العامة لابد يكون لما تضع تحليل مالي في خطة العمل، لابد تضع ميزانية عامة يكون فيها أيضا بيان الدخل اللي يصاف في أرباح والخسائر، مثلا في 3 سنوات، في 4 سنوات، في 5 سنوات، هذه بيان الدخل. أيضا يا جماعة جدول، لابد تضع جدول تدفق للنقد، مثلا خلال 6 سنوات قادمة وين بيروح النقد؟ بيروح هنا وهنا وهنا وهنا، مثلا المبالغ التي بها لابد تضعها، الأقساط اللي عليك، هذه جدول تدفق النقد. فمكونات التحليل المالي يا جماعة تتكون من 3 عناصر: الميزانية العامة، بيان الدخل، وجدول تدفق النقد. أيضا من عناصر تطلق نضعها يا جماعة اللي هي نبذة عن الإدارة، زي ما قلنا قد تكون في ملخص عن الشركة، هي عن خطة العمل، السيرة الذاتية للمدراء اللي فيهم أو اللي يعملون فيها إلى آخره. طيب
نقطة أخيرة نتكلم عنها في هذا الموضوع اللي هي معايير هامة عند وضع الخطة. أول نقطة يا جماعة أن خطة العمل لابد أن تميل إلى وصف المنتجات وإلى الجانب المالي في آن ما، يعني ما يطغى جانب على جانب، ما تكون خطة العمل تصف المنتجات وتهمل الجانب المالي، أو تركز على الجانب المالي وتهمل وصف المنتجات. لابد أنها تكون متوازنة بين النقطتين هذه، وصف المنتجات والجانب المالي في آن ما. نفس الطريقة، لا تركز على الأرقام وتترك المعلومات، بل قد ترى فيه أرقام لابد يكون فيه معلومات تصف هذه الأرقام. أيضا يا جماعة تجنب التفاؤل المفرط، لأنه يعني قد يسبب لك مشاكل. لابد يكون تفاؤل معقول ومدروس، لا تتوقع انك يعني بتربح ارباح خياليه او اكثر من اشياء يعني دبل اللي كنت مخطط له مثلا في دراسه الجدوى الى اخره. الخبره والواقعيه يا جماعه، لابد انك لما تضع خطه تكون عندك خبره كافيه وتكون واقعي بانك عارف البيئه الداخليه والخارجيه والتنافس. زي ما قلنا ان كل ما كانت الخبره اعلى كل ما كانت نسبه نجاح الخطة أكبر. فهذه معايير هامة عند وضع الخطة، وصف المنتجات والوصف المالي يكون في نفس القدر جنبا إلى جنب. النقطة الثانية، لا تركز على الأرقام وتترك المعلومات، تجنب التفاؤل المفرط، والخبرة والواقعية تكون مناسبة عند وضع الخطة. هذا كل ما أردنا قولا في هذا اللقاء. إذا في أي سؤال أو استفسار تفضلوا. في أي سؤال؟ راح يتبقى علينا إن شاء الله ثلاثة أسئلة نأخذها بكرة والعاشر، وبكذا ننهي المنهج إن شاء الله. الإخوان اللي دخلوا ما دخلوا من أول اللقاء، أتمنى الأسبوع القادم تدخلوا من جهاز لابتوب حتى تقدرون تشاركون في المراجعة. طيب، معي الخطة الناجحة، خلني أرجعها. هي ثلاثة معايير، قلنا تكون بسيطة، تكون دقيقة، تكون عملية ومفيدة. شيء سؤال آخر؟ مكونات التحليل المالي من يا جماعة يكون فيه ميزانية عامة، بيان للدخل، وجدول لتدفق النقد، جدول لتدفق النقد. طبعا يا جماعة الحين قلنا ممكن انك تستخدم خطة العمل في طلب تمويل مثلا او طلب مشاركة مثلا من مستثمر. لما تيجي تقدم خطة العمل هذه تشرحها، كم تتوقع ان الوقت المناسب في انك تشرح خطة العمل او البيان التفصيلي لمشروعك امام مستثمر؟ اعطوني وقت معين، كم تشوفون الوقت المناسب في شرح
خطط العمل مثلا للمستثمر حتى تقدر تقنع انه يدخل معك في شريك مثلا او يدعمك ماليا. ممتاز، هذا الوقت تقريبا اللي هو نصف ساعة تقريبا، 20 دقيقة، 25 دقيقة، حتى ما لو زدت ما يكون يعني يكون من 20 إلى 30 دقيقة حتى ما يكون في ملل، خصوصا انك لا تستخدم مثلا تفاصيل زيادة، ما تستخدم بعض المصطلحات المتعمقة جدا، تركز انك تستخدم مثلا توضح الفرص والفوائد المزايا، تقدر تجاوب على الأسئلة إلى آخره. بس هذه الوقت وطريقة تقديم خطة العمل. طيب، في سؤال آخر أو شيء يا جماعة؟ طيب، أنا أتوقع أن بعضكم بدأ يذاكر أو شيء، فأنا أنصح اللي يبغى يحصل على درجة كويسة ويتجاوز الاختبار بكل سهولة إنه يجي للمراجعة الأسبوع القادم وهو مذاكر اللي أخذناه، ويدخل المراجعة كأنها اختبار، يجرب. إحنا بنسوي زي ما قلنا، راح يكون زي الكويز، أسئلة تجاوبها وكأنك تختبر نفسك. تأكد إنك لو ذاكرت وحليت المراجعات إن شاء الله كلها صح، ادخل الاختبار وأنت مغمض إن شاء الله. أمورك سليمة. ما راح تواجهون صعوبة، بس إنه يعني هذه أسهل طريقة إن شاء الله إنك تقدر تتجاوز الاختبار بكل سهولة. طيب يا جماعة، فيها بالنسبة للكوز اللقاء الماضي ما أخذنا كوز صح؟ كانت خاصة باللقاءين، خلونا نأخذ كوز بسيط ونحل مع بعض لين ينتهي الوقت، والباقي بكرة. متوقع بكرة ممكن ناخذ كويز إذا في وقت، إذا ما في وقت نأجلها مع المراجعة، والمراجعة إن شاء الله تكون شاملة بكل شيء. طيب، خلونا نخليها 6 دقائق عشان نقدر نناقش شيء، تقريبا 12 سؤال. طيب يا جماعة، معلش يكون النت فصل عندي، بس الاختبار ما زال ستيل عندي. طالع عندكم الحين، الاختبار ظاهر لكم يا جماعة. طيب، خلينا نحلها مع بعض. نعم، ظهر. لحظة، بطلع
السؤال الأول، اللي داخل من اللابتوب، هل ظهر عندكم الكويز؟ طيب ممتاز. السؤال الأول هي مجموعة من العوامل المرتبطة بقدرات الإنسان الشخصية. الإجابة الصحيحة يا جماعة الإجابة الصحيحة البيئة الداخلية للإنسان. الجماعة اللي ما طلع عندهم يكتبون بالسماء الأسئلة راح نقراها. هي مجموعة من العوامل المرتبطة بقدرات الإنسان الشخصية. الإجابة البيئة الداخلية للإنسان، بين قوسين الداخلية وبين قوسين الإنسان. لو جاء خيار البيئة الداخلية للمشروع خطأ. قدرات الإنسان الشخصية داخل الإنسان نفسه ما يدخل مشروع. طيب السؤال الثاني، الأسرة والأصدقاء عوامل دعم داخلية للإنسان ليكون مبدع، صح أو خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي خطأ يا جماعة، الإجابة خطأ ليس صح. الأسرة والأصدقاء عوامل دعم خارجية، السؤال قال لك عوامل دعم داخلية. عوامل دعم داخلية قلنا مثل تفكير إيجابي، حماس إلى آخره. الإجابة خطأ، هذه الإجابة صحيحة، طلع خطأ. المكافأة تعتبر من عوائق الإبداع، صح أو خطأ؟ الإجابة أكيد أنها صح، هي العائق الثالث أو الرابع خلنا. طيب السؤال الرابع، حل غير مسبوق هو ابتكار نقلة، ابتكار عادي، ابتكار تكنولوجي. حل غير مسبوق يعني قبل ما كان في شيء يذكر اللي هو ابتكار النقلة، صح؟ ممتاز. السؤال اللي بعده، من سبل الحفاظ على ملكية الأفكار والمعرفة هي براءة الاختراع. الإجابة بكل سهولة صح أو خطأ؟ صح، ممتاز. تذكرون براءة اختراع قلنا هي عقد من المخترع والدولة الحاصلة إلى آخره. طيب السؤال اللي بعده، هو نظام يمكن رائد الأعمال من استغلال القيمة القائمة على فكرة تجارية، تسويق أو حاضنة أعمال أو نموذج أعمال أو الإنتاج. الإجابة الصحيحة هو نموذج الأعمال أو البزنس موديل زي ما قلنا. خطأ، ما هي الحاضنة تكون الحاضنة جهة الدعم فقط. طيب السؤال السابع، من الأسباب الاجتماعية لإنشاء المشروع الصغير، استقرار وظيفي، مكانة اجتماعية، مستقبل آمن للأسرة، كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة مكانة اجتماعية، كل ما ذكر خطأ. انقسمنا بين أسباب عائلية، أسباب مالية، أسباب اجتماعية، أسباب تحقيق الذات. استقرار وظيفي هذا سبب مالي، مكان اجتماعي سبب اجتماعي، مستقبل أمن أسري سبب أسري، فبالتالي الإجابة الصحيحة مكانة اجتماعية. السؤال الثامن، فالخبرة الشخصية ليس لها أي دور في جلب أفكار المشاريع الجديدة، صح أو خطأ؟ الإجابة واضحة أنها خطأ، ممتاز. الخبرة الشخصية لها دور. طيب السؤال التاسع، المرحلة الثالثة من مراحل تحويل الفكرة إلى فرصة هي التعبير عن الفكرة. ممتاز، الإجابة خطأ، الإجابة خطأ، هي المرحلة الثانية. ممتاز، المرحلة الثالثة اللي هي يا جماعة صياغة الفكرة، صياغة الفكرة. ممتاز. السؤال العاشر،
SWOT هو تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. الإجابة صح. ممتاز ممتاز. السؤال ما قبل الأخير: من إيجابيات البدء في مشروع جديد التقادير تكون منخفضة، صح أو خطأ؟ خلوها منطقية. إذا بتسوي مشروع جديد تكاليف، تبدأ مشروع من الصفر، تكاليف تكون منخفضة ولا مرتفعة؟ الإجابة الصحيحة خطأ. التكاليف تكون مرتفعة في المشروع الجديد اللي من الصفر. راح تختار تشتري أرض، تبني مبنى، ديكورات، تستخدم عمال، تكون قاعدة عملاء إلى آخره، بعكس مشروع قائم. الإجابة الصحيحة خطأ. التكاليف تكون مرتفعة. طيب هذه من سلبياتها طبعاً، ما هي من إيجابياتها. طيب للأسرة دور كبير في تقليل المخاطر عند بدء أي مشروع جديد، صح أو خطأ؟ الإجابة أكيد صح، خصوصاً إذا كان في دعم نفسي، دعم معنوي، يتحملون غيابك، يدعمونك مالياً إلى آخره. إجابة صحيحة. بالتالي هذا الكوز حق اللقاء اللي في الأسبوع الماضي، أتوقع الأجوبة ظهرت لكم. لا، إذا في أي سؤال أو استفسار اسألوني، ما في، تقدرون تتوكلون على الله، ونشوفكم إن شاء الله بكرة. عشان كذا أنا أنصحكم أنكم تذكروا الأسبوع هذا، تجي تدخلون المراجعة وتختبرون أنفسكم. إذا ما في سؤال خلاص توكل على الله. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، ونشوفكم بإذن الله غدا. السلام عليكم.